واجب علينا جميعا كأمة مسلمة أن نتعاون على ما هو إلنا في صلاح. افتخر باللي عملته، افتخر باللي وقفته وقمت به وجدرت عليه، ولا تتكلم قبل لا تفعل. لا تتكلم عن شيء جيد وزين إلا إذا فعلته بعدين تكلم. لما الله سبحانه وتعالى أعطانا شيء من السلطة ومن القيادة، أن نكون محسنين، نكون جادين، نكون صادقين ومخلصين.